بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه مساءكم سعيد مشاهدين الأفاضل المتتبعي قناة تحرير ويب تي في أهلا بكم من جديد ومع فروم التحرير فروم التحرير اليوم سيحط الرحال إلى الفضاء المدني وإلى المجتمع المدني وأخص بالذكر المرصد الوطني للمجتمع المدني هذه الهيئة التشريعية أو هذه الهيئة الاستشارية التي عين بموجبها مرسوم مجتمع المدني الذي يرتكز على الدستور وعلى المادة 203 والمادة 91 لا سيما الفقرة السابعة منه تكريما لهذا المجتمع المدني لما قدمه من تضحيات ومن عمل جاد في ترقيه الحس الوطني وكذا مساعده الفقراء والمساكين والاخذ بايدي المجتمع الى عوالم المدنيه وعوالم الرقي والوطنيه آه هذا المجتمع المدني كرم من رئيس الجمهورية ودستر في آه الدستور الماضي وأيضا أنشئ هذا المرصد المرصد الوطني آه كما ذكرنا للمجتمع المدني وايضا هذا المرصد ايضا يشتمل على هيئات وعلى فعاليات مدنيه من جمعيات ومن نقابات ومن ربما مجالس عليا كالمجلس الاسلامي الاعلى ومجلس حقوق الانسان وكذلك مجلس الاقتصادي الوطني و كثير من المجالس الفاعلة على مستوى الوطني وهذا المجلس أيضا يتكون من خمسين عضو ولنا الشرف نحن ولاية الواد عندنا عضو يمثل ولاية الواد وهو الدكتور الحاضر معنا اليوم الدكتور صالح قشوش أهلا وسهلا بك اخي احمد وشكرا على الاستضافه. كذلك لمناقشه دور هذا المجلس ومهامه والاسس التي بني عليها والافاق التي يراد ان يوصل لها من خلال هذه الفعاليه ومن خلال هذا المجلس الاستشاري التشاوري الحواري هذه الهيئه التي جاءت في وقتها بعد الحراك وبعد هذه الفعاليات التي تتطلع إلى الجزائر الجديدة الجزائر التي يبنيها الجميع والجزائر التي سوف تكون شابة وتكون بطاقات جامعية وبطاقات فاعلة على المستوى المدني كجمعيات والنقابات وكثير من الهيئات المدنية الأخرى سوف يشارك معنا أيضا كل من المحافظ الولائي لقدم الكشافة الإسلامية المعروف والنشط على مستوى الساحة المدنية بفعاليته المعروفة في كثير من المواقف سي علي بوخشبة أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة ومن خلالك إلى كل العاملين بقناة تحرير ويب تي في ولمتابعينا الكرام وكذلك جمعية التاج هذه الجمعية النشطة المعروفة جمعية التاج للصحة بغمار ومن من لا يعرف التاج والخدمات الجليلة التي تقدمها للمرضى ولذوي الحاجات الخاصة وذوي الهمم نائب أو عضو في هذه كان بودنا أن يحضر معنا رئيس الجمعية ولكن اعتذر أخيرا ويمثله الآن مود المهدي وهو عضو في هذه الجمعية أهلا وسهلا بك أهلا بكم كله شكرا على الاستضافة إن شاء الله وإن شاء الله تكون حصة تتضمن ياسر حوايج ان شاء الله اللي تفيد تفيدنا وتفيد المجتمع معنا. ايضا معنا بدر الدين عموري وهو ايضا غني عن التعريف ناشط جمعوي وهو رئيس الجمعيه أو المكتب الولائي للجمعية الوطنية لحماية الطفولة والشباب أهلا وسهلا بك الله يسلمك إن شاء الله المنظمة الوطنية المنظمة الوطنية. الوطنية نعم أهلا وسهلا بك ونشكرك سي أحمد على الاستضافة ومن خلالك وحي جميع متابعي مشاهدي قناة ويب تي في أهلا وسهلا بكم جميعا دكتور صالح أنت اليوم مرك تمثل ولاية الواد راك عضو وطني في هذه الهيئة المسمات المرصد الوطني للمجتمع المدني لو تحدثنا عن الدور والمهام لهذه الهيئه التي انشئت اخيرا بمرسوم تنفيذي من رئيس الجمهوريه دونك بسم الله الرحمن الرحيم شكرا مره اخرى اخي احمد على الاستضافه انا قبل ما نتكلم على المرصد الوطني حبيت نقول باللي صالح هو دكتور في علم النفس وشاب ككل الشباب اللي موجودين يسمعوا فيا اليوم ودونك وكان عندي كان عندي شرف اني خدمت مع جمعيه التاج من من 2006 ونظن انه الاختيار اللي كان تاع الناس في المرصد كان في اختيار الناس اللي كانوا في الميدان والناس اللي كان عندهم بصمة خاطر توجه توجه اختيار الشباب وشابات في في المرصد هو اصلا استراتيجي لانه كي المرصد المرصد هي هيئة استشارية لما تقول حق استشارية يعني استشارية يعني شخص يمد رايه في اشياء في قوانين في استشراف في في في, في هيكلة هذا المجتمع في هيكلة هذا المجتمع المدني دونك على ما اظن انه الشخص اللي كان في الميدان هو لو بيان بلاسي نقولوا اللي محطوط في بلاصتو قد قد اللي يقدر يمد رايه في في الحاجه هذه دونك المرصد هو هو هيئه استشاريه كما كنت تقول اللي جات بمفاد مرسوم رئاسي في افريل اللي فات في 2021 وين كما كنت تقول ايضا انه المجتمع المدني ذكر لاول مره في الدستور في 2020 الدستور نعم. في 2020 وهذا هو المنطق لانه كل الدول اللي عندها ديمقراطيات المجتمع المدني كان كان عنده فاعليه في 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 خلق ديمقراطيه تشاركيه وفي خلق وفي في في بناء الوطن في بناء المجتمع وخصوصا أن التنميه اذا كان خذينا التنميه على من على مستوى المحلي حتى على مستوى استراتيجي التنميه الواسعه يعني حتى تنميه الطاقات وتنميه اكيد نحن نحكي على الديفلوبمون بشكل م. عام انه م. المجتمع المدني هو حلقه اللي ما تقدرش ما تقدرش تفصلها على الحلقات الاخرى وكل كل التواريخ اثبتت ان المجتمع المدني سواء على مستوى تشاوري استشرافي ولا سواء على مستوى تنفيذي اكسكيتيف انه يكون عنده دور كذا باسكو بين ما هو استراتيجي وبين ما هو تنفيذي انه الاشخاص اللي كانوا في التنفيذ يعاودوا هم يغذوا ما هو استراتيجي وفيس فيخس معناها هكا تمشي تمشي دونك yeah. المرصد بونس هو فرصه انه للمجتمع المدني انه يتهيكل انه يزيد يبان خاطرش انا في في نظري انه المجتمع المدني قبل كان كان في مستوى تنفيذي اكثر منه استراتيجي الان على ما اظن انه المجتمع المدني راح يطلع مستوى ويكون عنده صوت من ناحيه استراتيجيه ومن ناحيه استشرافيه ومن ناحيه تشاوريه باسكو انه يعطيك يعطيك تعطيك الدوله مساحه باش باش في قوانين تمد في ما يجب ان يكون بالنسبه للمجتمع المدني على ما اظن انها فرصه كبيره للجمعيات وعلى ما اظن الناس في الميدان يحسوا كثير الحاجه هذه يحسوا كثير الناس اللي اللي كانوا في الميدان يحسوا الفرق كيفاش يكون حتى على مستوى بلدي لو ناخذوا لو ناخذوا مثال بسيط انه اي رئيس مجلس شعبي بلدي ما يقدرش هو يسير شؤون المواطنين في البلديه تاعو بدون الجمعيات الفاعله على تراب البلديه تاعو على تراب الاقليم تاعو ديكو دونك نفس الفكره تاخذها على مستوى اعلى وعلى مستوى سنترال على مستوى نعم كثير حتى على المستوى الدولي الان كثير من المهام الآن أصبحت توكل للمجتمع المدني وكما ذكرت أنت مجتمعاتنا الآن مجتمع تعتمد إلا على الجانب التنفيذي أو المؤسسة التنفيذية هل ترى أنت في هذه الإمكانية للمرصد الوطني راح يكون له مهام كبيرة ربما نمسجل عدة مهام هنا راح نتحدث عنها نقطة نقطة هذه المهام تخلق التوازن توازن تمثيلي الحقيقي للمجتمع الجزائري اكيد باسكو هو فكره انشاء المرصد هي مبنيه عليها رهانه كبار خطرش مرصد معها مع هيئه اخرى قاعد يديرهم سيد الرئيس انه جو هو هو حجر الاساس تاع تاع الهيئات الاخرى خطرش, خطرش اثبتت كل التجارب وكنت تقول انت بلي اثبتت كل التجارب بالمجتمع المدني يقدر ياخذ ان بارتي جزء صحيح. كبير من المسؤوليات كي تكلمت انت على دول اخرى في دول اخرى انه المجتمع المدني ما هو اجتماعي ما هو صحي ما هو بروكسيميتي ما هو جواري يقوم به الجمعيات وحتى الان لو ناخذ اي مثال في, ال في في ولايتنا في ولايه الواد الجمعيات عندها خاصيه لا بروكسيميتي التقارب مع المجتمع في الاحياء في ال في المراكز التجاريه في الفضاءات في الفضاءات العامه الجمعيات اقرب دونك كي تكون الجمعيات اقرب يعني هي اقرب الى احتياجات المواطن، اقرب الى الاشكاليات والصعوبات، لما يكون الانسان قريب الى الاشكاليات والى الصعوبات يكون اكثر في الاصغاء، دونك يقدر يقترح حلول تكون تكون كيفاش يقولوا تكون محطوطه قد قد على الاشكاليات جميل، كثير من الناس ينظر للمجتمع المدني على انه جمعيه خيريه فقط، تقدم خدمات او بعض العون او بعض المواقف في 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 بعض المشاكل كالزلازل مثلا او مجاعات او امراض بينما هناك الكثير ما زال لم يرى المجتمع المدني على انه ربما عنده جانب مؤسساتي وهذا الجانب المؤسساتي يقابل المجتمع الرسمي داخل الدوله لان كثير من الناس يقول لك المجتمع المدني لان الناس لا تفرق بين السلطه والدوله المجتمع المدني هو مؤسسه تابعه الدولة كما ان الاحزاب وكذلك الجمعيات ال... الجمعيات والمجتمع الرسمي تابع السلطه تابع الدوله ايضا بينما السلطه هي تلك التي تدير الدوله. في الكثير من الناس يظنوا بالمجتمع المدني الدوله حطت يديها او السلطه وضعت يديها على المجتمع المدني وبالتالي ليس هناك استقلاليه وليس هل المجتمع المدني يتمتع بالحريه والاستقلاليه مناظر للسلطه ام انه متماهي مع السلطه <applause> جو بونس كون نرجعوا شويه <applause> نوضع النقطه هذه <هاي> <applause> جو بونس كون نرجعوا نظريا للتعريف المجتمع المدني جو بونس باللي آه نتكلموا على لي تخوا سيركل <applause> نتكلموا على توسكي ايكونوميك بوفوار وسوسيتي سيفيل نعم. دونك uh, uh, ما هو اقتصادي ما هو اقتصادي وما هو سلطه وما هو مجتمع مدني جو بونس باللي ما نشوفهمش باللي حاجتين مضادتين مي هما حاجتين اللي uh, اللي يقدروا لا بارتيسيباسيون معناها التشارك تاع تاع الطرفين يقدر يدير يدير اغموني كبيره ياسر هذه من الناحيه والناحيه كي تكلمت الان راح نكلمك واقعيا ما واش نعرف انايا انه الجمعيات اللي, اللي موجوده فيه نقدر, نقدر نقدر نقسمها إلى عدة عوامل عدة أنواع ولكن جوبونس في التقسيم اللي تكلمت عليه أنت في جمعيات اللي أنت هي الطابع تاعها خيري وكان جمعيات تاع الذهنية العامة نقصد الذهنية العامة الذهنية العامة باسكو الجمعيات اللي اللي سائدة الآن تفكر بطريقة بطريقة هيومانيتيغ يعني إنسانية خاطر لو نمد مثال بسيط باش يفهمني الشاب اللي يسمع فيه أنه لما يكون عندنا يكون عندنا مرض آه، كان الاعراض وكان المسببات تاع المرض صحيح دونك كي نكونوا في, في ما هو انساني رانا نعالجوا غير في الاعراض فقط في الحمى فقط صحيح كي ما هو ديفلوبمون رانا نخموا على على بعيد وجو بونس باللي المرصد راح يعاون الجمعيات باش ينتقلوا من جمعيات آه هومانيتير فقط خيريه وموسميه فقط الى جمعيات ديفلوبمون الى جمعيات تاع التنميه اللي هذاك هو الدور تاعها الاساسي لانه مؤسس الجمعيات باش تكون احترافيه تكون تخلب تخدم لو ديفلوبمون واذا كان خدمه لو ديفلوبمون يعني خدمه التنميه دونك راح يكون عندها يكون عندها يد كبيره ياسر في التطور تاع البلاد هذه مي جو بونس باللي هذا لازم عمل كبير ياسر وسرتو ياسر ياسر من تكوين وياسر ياسر من لونفورسمنت من, من نعم تقويه القدرات خاطرش الاطارات الجماعويه عندهم كفاءات ولكن التطوع وحده ما يكفيش فيه كفاءات وفيه قدرات اللي لازم يكونوا موجودين. جميل جدا. سي علي هو انت كشفي ومن الكشافه وراك محافظ وربما راك اعتقد رئيس جهوي محافظ وطني للجنوب الشرق الشرقي محافظ الوطني للجنوب الشرقي الشخصيه التي عينت على راس هذا الجهاز وعلى الهيئه هي شخصيه كشفيه وهو الاستاذ حمزه حمزاوي عبد الرحمن حضيت الكشافه الاسلاميه بتكريم رئيس الجمهوريه ايضا وربما كان لها الدور الاسبق وهي تمثل الجمعيات النشطه والجمعيات الحقيقه أه المهيكلة والجمعيات اللي عندها مستوى عالي من التعاطي مع أه كثير من القضايا داخل المجتمع وربما حتى في تكوين الفرد وترقية حس المواطنة والتكوين النفسي والاجتماعي والمرافقة للشباب ولأهداف الكشافة كنا نعرفها أعتقد أن فكرة المرصد فكرة هذا كانت تدور في في مخيل الكشافة وفي لو تحدثنا عن هذه الصورة قبل أن قبل أن ينشأ رئيس الجمهورية تحدثنا عن هذه الحيثيات عن هذه الحيثيات نعم, نعم. آه إحنا أولا فخورين باختيار رئيس الجمهورية للحركة الكشفية باش تكون هي المسيرة أو المشرفة على هذه الهيئة الهيئه المستحدثه جديده نعم no. وكل كل الجمعيات وكل المنظمات وكل فعاليات المجتمع المدني يعني سادها شعور بالفرح والابتهاج no. بدسترة المجتمع المدني ووضعه في إطار قانوني وكذلك توحيد الرؤية من أجل المرافقة كما قلنا لكل ما يهم المجتمع أو كل ما يهم الدولة اللي رانا نعيش فيها نعم. No. بالنسبة لفكرة المرصد الوطني احنا يعني فخورين بهذه الفكرة لان كان عندنا السبق خلاص يعني تجسدت يوم يعني 19 مارس لو كان نرجع يعني نرجعوا يعني الوراء قليلا في شهر مارس 2019 كان كان فيه كلمه وكانت فيها استضافه للقائد العام مصطفى سعدون لقائد العام القدماء الكشافه الاسلاميه الجزائريه نعم. لان كان كان فيه حراك الوقت هذاك يعني لتشاور والتلاقي مع الجمعيات والمنظمات حتى يكون يعني توحيد ورؤية لهذه الجمعيات وكان يعني الفكرة هذه كانت موجودة اليوم أصبحت مجسدة وهذا يعني فخ بنا ومن هذا المنبر يعني نشكر رئيس الجمهورية أنها يعني جسد هذه الفكرة لأنها كانت طموح وكانت يعني يعني غاية نبحث عليها لأن المجتمع المدني يعني في وقت ما كان اي واحد يتحدث باسم المجتمع المدني نعم اليوم اصبح عنده هيكله وعنده يعني هيئه مهو. رسميه استشاريه يعني موجوده بقرار يعني رسمي ومدسر نعم. اللقاءات كانت مع الجمعيات وكل المنظمات في 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 ذلك الوقت من اجل توحيد الرؤى يعني لان المرحله اللي كانت فيها البلاد يعني الكل يعلمها كان كان حراك كان يعني تجاذبات هنا وهناك واستغلال المجتمع المدني يعني كاين المجتمع المدني كان لضرب الوحده الوطنيه الوحده, الوحدة الوطنيه احنا الرهان هذا اللي نقولوه احنا سواء الجمعيات اللي كانت حاضره او المنظمات ولا يعني بصفتي عضو قدماء الكشافه الاسلاميه الجزائريه نتحدث من هذا المنبر احنا كان عندنا رهان أن المساس بوحده الوطن هي خط الاحمر المساس بالجيش الوطني الشعبي هي خط الاحمر المساس بالمؤسسات الرسميه للدوله الجزائريه هي خط الاحمر فيما ذلك نتناقش ونتحاور ونتبادل نتبادل الرؤى ما فيش اشكال كذلك كما قلت هنا على مستوى ولايه الواد هنا على مستوى الوليات الواد يعني كانت عندنا ثاني حركه م. واليوم اخي بدر الدين راه موجود معايا كانت كان يعني عضوين وغايب عضو تمنينا انه يعني كان حتى كان يكون حاضر معنا ان كانت فيه 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 حركيه لتجميع الجمعيات والمنظمات تحت هيكله واحده ومشينا بها بعيد م. ودرنا لقاءات والحمد لله يعني يعني مشينا وصلنا الى نقاط معينه وفي ذلك الوقت كان اختيار بدر الدين عموري انه يكون رئيس التكتل تاع المجتمع المدني نعم. بولايه الواد كي الشكل هذا وين ماهوش رئاسه من اجل الرئاسه بل من اجل توحيد رؤى ويصبح يعني جانب يعني مقنن نعم. كل يعني يعود عندها ناطق لان مثلا انت اليوم تجي بش تتحدث مع المجتمع المدني م. يستحيل انك باش تقدر مثلا تجمع كل الجمعيات من 300 ولا 400 ولا 500 جمعيه او منظمه وهياكل ولكن لم يكون كاين تقنين وهيئه قياديه مثلا وهي عندها مرجعيه انها في كل كبيره وصغيره ترجع للجمعيات الاخرى لانها فاعله معك في الميدان وهذا اللي خلى ربما نقول لك معناها رئيس الجمهوريه ما مشاش في الفكره هذه من فراغ لان عندها اولا هناك رأيك آه رأيك عندها, نعم. عندها عندها رؤيه لان مثلا نحدثك انا في المجتمع المدني ابان الوجود تاعه والعمل تاعه والدور تاعه الحقيقي في المحطات اللي تعرضت لها البلاد وخاصه في ازمه كوفيد ازمه كوفيد هي كانت ربما الاكثر يعني بروز وين انا نرجع بك قبل في زلزال بومرداس صحيح في كان, كان الكشافة كان للكشافه كان الكشافه ربما كانت عندها الرياده ولكن حتى جمعيات اخرى من باش ما نبخصوش العمل تاع الاخرين م. انه كان موجود ولكن م. المدرسه الكشفيه والحركه الكشفيه بشقيها قدماء الكشافه الاسلاميه الجزائريه والكشافه الاسلاميه كانت متواجده عن كثب وكانت مرافقه رسمية م. اليوم كما يعني نشوفوا في, في الكوفيد الجمعيات كلها تجندت وكانت مرافقه للسلطات المحليه لان باش الناس تفهمنا ان الجمعيات او المنظمات ماهيش ضد العمل تاع السلطه او هي اللي تحاسب السلطه لا ابدا هي مرافقه لان الدور تاعك كما قلنا تنشط في الاطار تاعك وفي نفس الوقت انك تكون حلقه وصل بين السلطات وبين المجتمع لانك انت راه اصلا هالجمعيات هذه خارج من المجتمع ليست هيئات سياسيه نعم. وحتى الـ 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 المولود الجديد هذا نعم ربما م... ربما طال معناه م... مؤخرا <تصفيق> ولكن <applause> ان تصل خير من ان لا تصل اكيد ماهوش هيئه سياسيه وهيئة هيئه استشاريه <applause> و... وهيئه لها دور بترقيه المواطن وترقيه المجتمع المدني في كل الجوانب، الجانب الوطنية، الجوانب الدينية، الجوانب ربما الاقتصادية، الجوانب لا في المرسوم الأمر واضح بالنسبة لا إذا المرسوم الأمر واضح الـ الـ الأمر واضح بالنسبة لما هو سياسي أنه المرصد ما عنده حتى ليست له علاقة و هذا يعني هذا حتى في الأعضاء ما لازمش يكونوا يكونوا منتمين لأحزاب ولم يكونوا منتمين نعم لأحزاب ولا يكونوا وهذا وهذا هو الأساس يعني كما قلت إحنا كدولة كمجتمع مدني لأن هذه الجمعيات والمنظمات راهي خارجة من المجتمع صحيح <applause> وهي خلايا موجودة في كل حي في كل كل قرية في كل بلدية في كل ولاية وبالتالي لما تولي أنك مثلا إذا كان كاين نقائص في هذه الجهة تقدر توصلها بطريقة يعني مقننة توصل للأراء نتاعك أو الفكرة نتاعك بطريقة مقننة لأن كما قلت احنا الأزمات اللي مرت علينا لاحظنا أن الذي كان يستهدف أمن البلاد تاعنا والدولة تاعنا كان يراهن على هذه وين مم. يدخل من خلال هذه الجمعيات او المنظمات يخترقها ويصبح يعني يبث في السموم نتاعه ولكن الحمد لله الشعب الجزائري والجمعيات والمنظمات ابانت بانها كل شيء الا امن البلاد ووحدتها جميل جدا الوطن. اليوم فيه اطار يجمع كل هذه الهيئات نعم. وهذه الجمعيات وهذه الفعاليات هذا اطار آه معناها دستوري اطار معناها آه ربما يجمع ويوحد واطار ربما يرقي وهذا ما ينقص مجتمعنا المدني لان بالفعل كنا عايشين فوضى كبيره وكنا عد خلط حتى في المفاهيم نعم. وخلط حتى في الاداء ومش عارف واحد دوره وكثير من من الاحزاب كانت تستغل جمعيات المجتمع المدني وتفوض بها وكخلفيه مش تدفعها اليوم استقلاليه المجتمع المدني عن ما هو سياسي نعم. هذا شيء جميل وواضح ناتي لهذا الشاب نتحدث عن جمعيه تاج للصحة بقمار وهذه الجمعية حقيقة وربما أحد الدكتور صالح كان من ضمنها سنواته فيها وأعرفه كان نشط فيها وكثير من من الفعاليات ومن الشخصيات التي تسير هذه 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 الجمعية التي برهنت واستطاعت أن تقدم الكثير ونالت أخيرا تكريم رئيس الجمهورية له حدثني عن هذا التكريم وحدثني أيضا عن جمعية تاج من خلال هذا, الـ هذا, الـ هذا الميلاد الجديد لهذا المرصد وكيف تاج ترى هذا المرصد وهل يلبي كل حاجاتها هل تاج هي مسرورة بهذا الإطار الذي جاء ينظم ويوحد هذه الجمعيات أعطينا قراءة تاج لهذا الحراك المدني لصحة هذه العبارة بسم الله الرحمن الرحيم، قبل ما نتحدثوا على جائزة رئيس الجمهورية للعمل التطوعي، نتحدثوا قبل على كيما نقولوا نحن العمل اللي خلى هذه الجائزة فضح. تقدم لك لك كل الخط تقدم للجمعية معنا الجمعية كيما نقولوا نحن غنية عن التعريف معناها عدلها أكثر من 17 سنة تنشط في في العمل التطوعي في المجال الصحي بركة معناها كيما نقولوا جمعية التاج في الأمور الصحية معناها وكانت من العديد من السنوات كل عام عندها برنامج واستراتيجية عمل مش تحسين تحسين كما نقولوا نحن القطاع الصحي في المجتمع معناها وتلبيه المتطلبات تاع العباد المحتاجه معناها معناها من ناحيه العمليه كانت كانت تسد النقص خاصه في عده قضايا تسد النقص انا قلت لك بين المجتمع على جال كما نقولوا نحن كاين اللي يمشي يدير فحص عند طبيب ويمد عملية بمبلغ كبير لما ما يقدرش يستواب معناها تكون امور تاع الماديه ولا هكا محدوده اللي يقدم ملف طبي للجمعيه وتدرسه وتدرس الحاله الاجتماعيه تاعها وتقدم الاعانه اللي تقدر بها معناها ولا توجه بال المتعاملين اللي مع الجمعيه من اطباء من مصحات الامور هذه عندها فحوصات طبيه دوريه معناها تاع العيون تاع تعالعي تاع العظام تاع امراض الاطفال تاع تاع الأمراض النساء معناها هذه تقدم حتى ذوي الحاجات الخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة, الخاصة أكيد نعم. عندها قضية في قضية و... أكيد الإعارات الإعارات تاع نعم. الأدوات الطبية من كراسي عكاكيز تمد الأدوية تمد وصفات معناها واحد ما يقدرش ما عندهاش بطاقة شفاء عمل يومي ولا كيما يجي يحط الوصفة تاعه وتقدم له الاعانات يعني, يعني وعرفناها حتى في الدور الكبير اللي كانت تساعد فيه في قضيه العمليه تاع زارعي القوقعه زارعي القوقعه وهذه عمليات مكلفه وقدمت جهد كبير كانت تزور المدارس وكانت تسجل في الحالات نعم اكيد اكيد قامت به والحد ولحد يعني الان ما ننسوش المركز تاع ذوي الاحتياجات الخاصه اللي جمعيه تاع تاع الاطفال التوحد وزارعي القوقعه اللي رم. نشكر كل المربيات القائمين والمسؤولين القائمين عليه على المجهودات الجباره اللي يقدموا فهم من اجل تحسين المستوى المعرفي والتعليمي تاع الاطفال هذا معناه وكاين حتى اللي راهم يقروا في مدارس عاديه ونجحوا وجابوا شهادات عليا وكما هذه وهذه اللي يعني قلت لك ما يعدش ما هيش بالسهلة عمل تاع سنوات وعمل جبار وكل شيء وبالنسبه للجائزه العمل التطوعي في العام هذا تاع 2021 خاصة 20 تاع الكورونا الجمعية كما نقولوا نحن تعبت تعبت تعب كبير معناها في من ناحية الإعارة تاع المكثفات كنا نقعد حتى للساعتين ثلاثة تاع الليل وتصور الصباح صباح بكري والإعارة ما شيء سهلة معناها عندك صيانة تاع الأجهزة عندك تنظيفها عندك تبدلها لفلتر تاعها والإعارة الاعاره كما نقولوا نحن راهي سهله ومن بعد نبدو نجرو كيفاش مش نعود نجيبوا الجهاز عجله كاين ما نقولوش كل بصح كاين العباد تاع كي كمل بها ال... يابرا والاخر يخليه الجهاز عنده بصح راهي عباد ياسر تحتاجه في في المنازل نايا واحد من الاشخاص في ال... كيما نقولوا نحن في البيك معناها, معناها كان ذروة الذ... ني... الذروه به تاع الكورونا مع العشرة ونص تاع الليل ساعه كلمونا في من الشط قالوا لنا باللي كينا كاين جهاز خلاص مولاهم عاش يستعمل وحجر وكل شيء عقبنا لبسنا الامور الوقائيه تاعنا والكمامات وكل شيء ودخلنا للسيرفيس كوفيد معناها وجبناها وعقمناها لاباراي باش يستفاد منها مريض واحد اخر لا لا معناها لا 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 لا. ولا مجهودات كبيرة مجهودات كبيرة معروف, كبيرة. معروف لجمعية تاج هذا النشاط والقاسي والداني كل يعرف 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 دور هذه الجمعية والنشاطات والكفاءات والطاقات الموجودة فيها نعم ونشكر كل القائمين اللي تعبوا في المرحله هذه تاع كورونا والكوفيد من موظفين من متطوعين من كل مش ما نبداش نسمي هذا العمل وهذا المجهود يتوج اخيرا بتكريم, بتكريم رئيس بتكريم الجمهورية. رئيس الجمهوريه وزيد ما ننسوش عمليه التلقيح اللي باشرت فيها الجمعيه و كيف استقبلتوا هذا التكريم والله كيما نقولوا احنا ما ما كناش إن ما كناش ننتظروه كي اللي في لحظه جاء لانك انتو ما كنتش كنت تخدموا للتكريم ها كيما قلت نحن نخدمو كيما قلت لك من الصغر ولدنا فيها التاج وعقبين نكبروا معاها وان شاء الله ربي قدرنا على الواحد تكريم مشرف لنا نحن كاعضاء وكمتطوعين معناها تحس باللي راك في الطريق الصحيح معنا جميل جدا تتكي... تشريف, تتكي... تشريف لولايه الواد الكل اكيد التشريف نعم. تت... نعم. للو... لبلده قمار وللولايه نعم. نعم. وحتى نعم. للمتطوعين القائمين على الاعمال هذه كل معناها فهمتني آه هذا نقول كما نقولوا نحن شيء سمح قلت لك كي شوفوا التكريم الدمعه تطيح لك معناها كي اللي تحس باللي راك عاج في الطريق الصحيح وباللي المجهود اللي درته وهذاك باللي روصل. والعكس هذاك اللي خلانا نزيد مش نسعوا ونقدموا ما هو كل شيء افضل معناها في الجانب التطوعي سي بدر الدين راك على راس منظمه وطنيه على المستوى الولائي هذه المنظمه فيها فئتين مهمتين فئه الطفوله والشباب فئه الطفوله الشباب وهذه الفئتين خاصه فئه الشباب هي فئه مهمه جدا وربما نسبة الشباب في الجزائر نسبة عالية جدا لما تحدث عن الجزائر هي دولة شابة والجزائر تتطلع إلى دور مستقبلي لجزائر الجديدة ويكون الشباب وهم اللي يحملون مشعل مشعل هذه الدولة لأنه هو المقبل على الحياة والأخرين يكون مدبرين على الحياة فهمت فالإقبال على الحياة مع الشباب مع جمعية هل اطلعتم أنتم عن هذا المرصد عن القوانين التي جاء من اجلها ودوره وراكم راح تتفاعلوا مع هذا المرصد وتشوف المرصد هذا يقويكم ويزيد يعطيكم دفعه اكثر كيف ترى هذا المرصد من خلال جمعيتك. بسم الله الرحمن الرحيم اولا ابارك لاخي وزميلي سي صالح الدكتور لنيله منصب عضو في المرصد الوطني للمجتمع المدني احنا متفائلين خير باذن الله السميع العليم بهذا المرصد احنا كمنظمه وطنيه حمايه الطفوله وشباب لنا مسيره على في مستوى على مستوى ولايه الواد منذ 2016 معناتها مسيره خمس سنوات على راس هذه المنظمه لنا العديد من النشاطات التي قمنا بها قمنا بعدد من الحملات حملة لدينا قافلة نظمنا في 2016 لذوي الاحتياجات الخاصة والبدو الرحل وكانت هذه من أكبر القوافل اللي قمنا بها تحت رعاية سيد والي ولاية الواد وكان عدة مشاركين من خارج ولاية الواد وهم من جزائر العاصمة طلبت الفندقة وكان هناك معنا مشاركين كذلك القائد علي بخشبة بصفته المحافظ قدماء الكشافة الإسلامية تطرقنا في تلك القافلة وقمنا بتوزيع العديد من من المساعدات والإعانات للبدو الرحل من بين بد الرحل عرس المهنية بقمار وكذلك قمنا بتوزيع عدة هدايا لذوي الاحتياجات الخاصة من بينهم مدرسة المكفوفين بالرباح وذوي الإعاقة في اللي تال تاع و وصم وصم البكم اللي راهم على مستوى آه ولايه الواد وكما يخفى عليكم احنا كنظام ما يندرش على العمل الخي الخير على فقط احنا كجمعيه ذا الطابع خيري ثقافي رياضي جمعوي علمي ترفيهي نقابي بازينا اكثر حاجه على كاين واحد الحاجه واحد الجانب هو جانب النقابي شوي <applause> حنا كي نقولوا حنا حماية الطفولة كيفاش راح نحموهم بداية من الطفل كيفاش نحمو الأم تاعه حنا يا أخي كان عندنا قبل مستشفى الأم والطفل في ولاية الواد كان يعاني بعض النقص وولاية الواد استفادت من من مستشفى من مرفق مستشفى الام والطفل مستشفى الام والطفل مواصفات حديثه وقعدنا مو 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 احنا نتابع هذيك العمليه من 2015 خاصه بعد حادثة تحرق الاطفال ومشاكل آه. الواحد. من آه 2015 وحنا نتابع فيها حتى 2016 لكن تفاجئنا في 2016 كي جات تجميد كي دخلت الجزائر في تقشف ان هذا المرفق راه تجمد هذا المشروع قعدنا نناضلوا عليه نناضلوا عليه حتى نونا رفعنا عليه التجميد في 2018 والحمد لله رب العالمين انطلق هذا المشروع وسيرى النور ان شاء الله في, شاء الله. في الشهور القادمه ان شاء نعم. الله وهذا هذا صار نعم. صار كبير نعم هذا صراحه ان شاء الله راح يكون بل يرجع بالخير على على الامهات وعلى الاطفال وعلى الناس كل ان شاء الله م. ومن بين اكثر حاجه النضال فيما يخص جانب الشباب جانب الشباب احنا ما كان زوز اشياء ممكن احنا قدمنا وممكن رانا نشوف فينا رانا مقصرين معاه. اولا احنا ما عندناش سلطه احنا اداه آه نرفع انشغالهم للسلطات المانية السلطه التنفيذيه من بين الاشياء اللي كنا نناضلوا عليها هي مثلا الشغل احنا تعرف بلي ولاد الواد آه عندنا حاملي شهادات ياسر صحيح. وأكثرنا و... و... احنا الناس اللي راهم عندهم شهادات التكنولوجيا ماشي راهم قاريين آ... معليش وعدنا الاداب وعدنا الفروع الاخرى والشعوب شع... لل... الشعوب الاخرى الشعوب الاخرى ولكن بالنسبه لي حامل الشهادات اللي, اللي راهم خاصة إن في في الالكتروتكنيك ال... نعم في الكهرباء في ال... في الامور الاتصالات ل... 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 ولكن بالنسبه لولاية الواد تفتقد الى تفتقد لمناصب شغل خاصة في الشركات البتروليه طيب نحن, نحن نعلم نعم. نعلم نعرف نعرف بان ولاية الواد كانت كتشارك في المسابقات التشغيل في سنوات سابقه ولايه بتروليه ولايه بتروليه جنوبها بترول, بترول. آه نعم ولايه آه. بتروليه تستثنى وربما يقدموا ولايات أخرى أقرب للشمال منها نعم بالنسبه هناك على مستوى الشغل هذا بالنسبه للشباب قمنا بممارسة ال... قمنا خص المدير إن... العام لصنع أتراك الرئاسه بعثناها للسيد السيد الوالي ولايه الواد ولكن الرد تاعهم كي ردونا قالوا لنا باللي... باللي خاصة في 2018 لأن كان الموقع تسجيل م. في اليابي كان مفتوح م. على مستوى ولايه الواد لا. ورقله غردايه بسكره أه سكيكده ولكن... وفي مهندسين راهم مخرجين لي موجودين هنا في, في الواد وما بدون تشغيل صحيح بدون تشغيل آه. ولكن احنا تفاجئنا بعد انطلاق التسجيلات بعد في المسابقه بعد اسبوع ان ولايه الواد في الموقع اقصات وتسألنا وبعثنا مراسلات ولكنهم بالنسبه لهم ما ما, ما الرد الصحيح من واش كاين علاش ولايه الواد استثنت ربما دخلوا حتى الاخوه البرلمانيين في القضيه هذه يعني. على رئيس الشعب الولائي محمد طليبه راسل م. كذلك العديد من الجمعيات مش ما نقولوش باللي راه من الجمعيات ما فيما يخص هذا الموضوع فيما يخص ايضا تطرقنا في جانب الشغل كان جانب اصلا احنا كضمان لمستقبل الشاب احنا كنقولوا كشاب جزائري م. عنده مستقبل باش باش يبني حياته اول حاجه لازمة الشغل وثانيا باش يوفر مسكن باش يتزوج بيه باش يبني مستقبله باش يبني عائلته حاولنا ودخلنا من منذ سنوات ملف التحصيصات من اول ما خرج في من التعليم الوزاريه المشتركه بين وزاره الداخليه والسكن ووزاره الماليه فيما يخص توزيع ل الارضيه لابناء الجنوب والهضاب ومن بينهم شباب في 2016 احنا قعدنا نناضلو نناضلو من اجل ان يتم الافراج عن هذه التخصيصات ورات النور إلا في 2018 الحمد لله رب العالمين وكاين الناس اليوم راهم يناضلوا وراهم يوصلوا في المسير احنا ممكن نناضل وما نكملوش ولا ولا نوصلوا لحاجه <applause> ونخلوها لما لها من الناس راهي هزت المشعل وراهي الحمد لله رب العالمين راهم يتابعوا في امور التحصيصات من بينهم الناس ما هذه من الرهانات اليوم على <applause> على المرسى <رأي> ربما <applause> على هذا محظوظين ان ولايه الواد ممثله <applause> ربما سي كاين بعض الدكتور صالح بعض من ضمن المهام ومن ضمن الاهداف مش يحققها هذا المرصد راح نطلع عليك بعض ربما هي تحضرني الان إطار للحوار والتشاور والإختراع والتحليل والإستشراف في كل المسائل المتعلقة بالمجتمع المدني وترقيته. إذا هنا ترقية المجتمع المدني، أيضا المساهمة في ترقية القمة الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة ويشارك مع المهام الأخرى لتحقيق التنمية الوطنية. إبداء التوصيات والمقترحات في ترقية مشاركة المجتمع في وضع السياسات العمومية وتنفيذها وفق مقاربه ديمقراطيه تشاركيه. تشاركي. نعم. ايضا دراسه سبل اشراك الجاليه بالخارج وهي احد الممثلين يسهر على نشر القيم والمبادئ الوطنيه واقتراح الاليات الاساسيه للعمل التطوعي والعمل الصالح العام في نشاط المجتمع المدني وتنميه روح الانتماء وتعزيز قدرات الافراد على التواصل فيما بينهما. ايضا وتتوقع المه... توسيع المهام المسند للمرصد الى ابداء الراي في مشاريع النصوص التشريعيه والتطبيقيه ذات الصله بمهامه على وعلى ترقيه التشاور التعاون التعاون على الهيئات الاجنبيه الاخرى لما نشوف هذه المهام الكبرى وهذه النقاط ترقيه ومشاركه وابداء راي و قال لك لا راي لمن لا راي له <applause> ما دام الهيئات وعدها وعدها دكاتره وعدها ذوي الخبرة وعندهم أراء حقيقية في المساهمة في ترقية المواطنة وترقية الإنتاج وترقية الحس الوطني وكذلك الكثير من النقاط الآن المواطن يستفسر أو أعضاء المجتمعات المجتمع المدني داخل الولايات وربما في الجمعيات يقول ما هي الأليات كيف نستطيع مش, مش يحقق هذه القيم وهذه المبادئ وهذه وكيف قادر انا نساهم ومبادر في ترقيه في الترقيه بافكاري كيف تصل للمرصد ربما يتحدثون عن الهيكل التنظيمي لهذا المرصد على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني جو بونس المهمه الاساسيه للمرصد هي هيئه استشاريه دونك euh, ما تقدرش تكون في هيئه استشاريه بلا ما تسمع الاحتياجات الحقيقيه اللي كاينه في الميدان أوه. على هكا نتخيل باللي باش يكون كاينه اليات اللي اللي تكون اساسها هي خلق فضاءات لا للتشاور أوه. مع المنظمات مع الجمعيات على مستوى سواء محلي ولا على مستوى مركزي أوه. وجو راح تكون حتى في المرسوم كان الامر واضح انه يكون كاين اون بلاتفورم كيفاش يقولوا قاعدة, قضية. قاعدة قضية. بيانات وين الاشخاص يقدروا هما يدخلوا لها يعمروا المعلومات تاع الجمعيات تاعهم <applause> هم هما يعمروا الاحتياجات تاعهم <applause> دونك مهمة المرصد انه يجمع الاحتياجات وبناء على الاحتياجات والاقتراحات تاع تاع الجمعيات هو يقدر يقترح يقدر يشارك اما بالنسبة للقيم باسكو باسكو في كل جمعية هذه قاعدة سي بازيك الجمعيات انت كنت تحث على الكشافه الاسلاميه أوه. دونك اي جمعيه عندها مشروع جمعوي عندها ميسيون عندها فالور وعندها لا فيزيون تاعها ما تقدرش تكون لها رؤيه وقيمتها نعم تاع شباب ما يقدروش يتلموا مجموعه تاع شباب لما يكونوا يتقاسموا نفس نفس القيم <applause> جو بونس انه المرصد ما يقدرش يخرج على القيم اللي الوطنيه دونك راهو يعززك القيم هذيك ودونك راهو ويدعمها ثم كي تقول باللي في المهمه الثالثه اللي تكلمت على انه يقترح يقترح ويبدا الراي في القوانين باسكو الان في الثلاثي الاول تاع 2022 راح يكون فيه القانون تاع القانون تاع الجمعيات باسكو فيها في تعديل بعض المواد تعديل جو بونس المرصد راح يكون عنده يكون عنده ان بوا دابي كيفاش يقولوا اقتراح راح يكون قوه اقتراح في في في, في القانون هذا ثم انه على النقطه الاخرى ثانيه انه الجاليه الجزائريه راهي ممثله في المرك... في في المرصد دونك الناس اللي كانوا في الجاليه الجزائريه كان عندهم دور كبير ياسر كنت تتكلموا على الكورونا كان فيه دعم كبير ياسر من الجاليه الجزائريه اللي كانت في الخارج دونك, دونك عندهم فضل هم ثاني في في, في في الازمات في اللي مرت بهم الجزائر دونك عندهم ان اوتر عندهم, عندهم كيش يقولوا من اونغل واحد اخر يشوفوا من من زاويه واحده اخرى وين يكون الزوايا كنا نتكلم على الزوايا قبل وين تكون كان زوايا اكثر اون انفيت لانتيليجونس الذكاء الجماعي وين يكون يكون فيها الذكاء الجماعي اكثر باللي هذا هو المهمه تاع المركز المرصد خاطرش علاش انا نشوف باللي قاعديا ولا مركزيا فضاءات تاع التشاور مهمه مهمه جدا خاطر كنا في كواليس الحسن تكلموا انه نتخيل انا في الجمعية جمعيه من 2006 ولكن فضاءات الحوار بين الجمعيات وبين الجمعيات والسلطات هي هي مساحات ضيق. دونك هنا راهو مساحه, مساحة للحوار الفضاء للحوار ولكن كيفاش نقدروا نتعلم نحن كاطارات جماعية وكسلطه وكذا ستاني اكزرسيس معناها هو هو تمرين للناس كامل كيفاش نقدروا نفتحوا فضاءات للحوار ونقدروا نسمعوا فيه بعضنا باختلاف الراي فهذا راهو اكزرسيس لا لابد انت تحدثت ربما مع قاعده البيانات المتوفره لكل اليه كيف راح تجمع انت هذه الجمعيات كامله تحت اي وصايه تحت مش عارف جمعيات في تمراس جمعيات في واتسوف جمعيات في بويره جمعيات في وهران اعتقد المطالب ليست واحده والاهتمامات ليست واحده اكيد وكل رقعه جغرافيه عندها مشاكلها وعندها خصائصها كي. وعندها كيفاش نستطيع نغربل آه هذه المشاكل وتصل الى القمه هذا المقصود انا عن طريق الولايه مثلا عن طريق الدائره عن طريق البلديه ما هي الهيئه التي تشرف لما تقول لي ان المرصد انا نشوف فيه مرصد وين مؤسساته وين قواعده اين هي هناك مرصد 50 عضو اختيروا من طرف ربما رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية اختار الرئيس و... باستشاره باستشاره رئيس المرصد وباستشاره رئيس المرصد ماشي غير كاين هيئه هيئه إذن هناك امور مازالت ماهيش واضحه في هذه العمليه اي اكيد انه في الايام القادمه راح تزيد تبان اكثر الاليات باسكو الان وكانه انت كنت تقول مولود جديد اي مولود جديد دونك لازماتو شويه <applause> وقت باش يبانوا الاليات تاع ولكن نتخيل باللي باللي راح يعتمد ياسر على فضاء الحوار <applause> خاطرش في فضاء الحوار تقدر تصغي الى الاحتياجات تصغير الاقتراحات ومن بعدها المرصد هو اللي من مهامه انه لانه يعني لو كنت زيد تقرا ثاني المرسوم انه المرصد يمد تقرير قبل تقرير, تقرير, نعم تقرير سنوي, سنوي صحيح لنشاطات المركز ولنشاطات المجتمع المدني دونك التقرير, هذا التقرير صالح لانه ممثل ولايه هذه كيفاش صالح خشخوش ممثل ولايه الواد وعضو في هذا المرصد عضو وطني في هذا المرصد انت من ولايه الواد هل لكل ولايه ممثل هو كما كنا نتكلم في الكواليس كان ولاياتك فيها ممثل بس كل التمثيل صح راه فيه جزء كبير جهوي ولكن كما كنا نتحدث في المرسوم فيه 30 ممثل عند الجمعيات وفيها فيها ثمانية على الجالية الجزائريه وفيها يعني على ثمانية على الكفاءات الوطنيه و يمثلون النقابات والمنظمات الوطنيه والمهنيه والمؤسسات الاخرى بيان نعم. دونك الـ دونك الـ الاختيار تاع الاعضاء كان على حسب على حسب المنظمات اللي كانوا ينتموا لها وعلى حسب الجمعيات ولا حسب النقابات ثم تخيل باللي راح يكون فيه لجان لي آه. موضوعاتيه اللي راح تتناول كل لجنه الموضوع الموضوع اللي تتناوله وربما تجمع الاراء والافكار بيان الجمعيات اذا كان عود قسمناها تقسيم واحد اخر على حسب موضوع التدخل تقدر يكون جمعيات الاجتماعيه اللي تعمل في المجال الاجتماعي جمعيات صحيه اللي تخدم في المجال البيئه اللي تعمل على الطفوله والشباب يقدر يقدروا يكون دي تيماتيك وهذا جو بونس المجلس المكتب والمجلس تاع المرصد هم من بعد اللي يحطوا الاستراتيجيه كيفاش يكونوا سعيد كثير يقول دائما مشكلنا في <applause> الجزائر القوانين من احسن القوانين دولة الجزائر في صحيح. كل مجالات آه المشكل دائما في التنفيذ مشكلتنا دائما في الاطار التنفيذي، احنا المشكلة على المستوى الحلم، على المستوى الكتابة، على مستوى المراجع، موجودة مراجع. ودائما مشاريعنا تولد ناقصة، وندخل بعد في السيستم تاع البروكولاج. آه انا ما زلت ما عن هذا المرض حقيقه هو جديد ولكن دائما نطرح هذا الاشكال كيفاش تشوف انت كناشط شمعوي وكشفي واطار داخل الكشافه عمل هذا الـ هذا هذا المرصد على مستوى القاعده وخلينا القمه صحيح المبادئ والقيم واعتقد المهام وكلنا متحثه وجميله جدا صح. لكن كيفاش يتبلور على مستوى ارض الواقع وكيفاش تكون هذه الجمعيات كلها تخدم في هذا الفضاء وربما تتفاعل مع بعضها وتخلق هذا النسق اللي عليه المراد به معرفه عن كثب اهتمامات المجتمع المدني وتطويره هو اللي قلت لازم المتابع لما الان باش يبدا يحكم على على الموضوع هذا لازم يتابع هي التعديلات اللي وقعت، اولا التعديلات اللي وقعت على الدستور. اي قبل مثلا الجمعية المجتمع المدني ما كانش عندها نقولوا حنايا قوة تأثير على مستوى السلطات. الآن اليوم المجتمع المدني مدستر واصبح عندها هيئة نعم. وهيئة رسمية. أي. الحاجة الأخرى التشاركية في المجالس. إيه. الان توكل الجمعيات بحكم القانون عندها الحق انها تستشار وتشارك في اقتراح المشاريع. مهو. هذا هنا هنا قلت لك لازم تكون الجمعيات هذه وين او المنظمات هذه تكون قويه وتكون معناها لديها اطارات اللي تفهم واللي تعرف الدور تاعها انك مثلا مش تدير جمعيه كما قال لك الدكتور صالح ما نعم. زالت عملية طويله وما زال ربما مشروع تكويني حتى تكوين. في فهم هذا المرصد ودوره الحقيقي نعم بالنسبة للقاعدة نعم نعم احنا من خلال تجربتنا البسيطة السنوات هذه الماضية اللي رأنا كنا نشارك فيها نقول صراحة استطعنا أننا نوصل عديد الانشغالات وتحل بلا ما بلا زوبعة بلا مثلا ربما إعلام بلا لأن عشنا مع بعض المسؤولين صراحة اللي كيشوفوا الجمعية هذه اللي راهي فعليا اللي راهي في الميدان وعندها ثقة أنهم تستشار ولما مثلا توصل انشغال في بعض الأحيان تشير إلى نقطة معينة أو مكان معين المسؤول يروح يزور هاك المكان هذاك ويلقى الحقيقة تاع الكلام تاعك وفعلا تتخذ فيه إجراءات هنا علاش قلت لك هنا لازمنا وهذا الرهان تاعنا وهذا الشيء اللي ربما عشت هنا في في المده اللي كانت فيها استشارات لان شاركنا احنا في لقاء لجنه الحوار على المستوى الوطني كنت مشارك فيها على مستوى ولايه الواد وقدمنا بعض الاراء مع مع ولايات اخرين وكان فيه سماع وكان فيه تسجيل اليوم كما قلت احنا بالنسبه لولايه الواد نبدو على مستوانا احنا يعني اليوم احنا محظوظين ان عندنا ممثل من ولايه الواد وبالتالي راح يكون كين عمل كبير ولازم يكون كاين التفاف من الجمعيات والمنظمات حول الشخصيه اللي راهي اختيرت لتمثيل ولايه الواد، مهو. معناها الحكيم اليوم عنده مهمه كبيره. مهو. حتى على مستوى وطني احنا واش رانا نقولوا؟ كي نقولوا المجتمع المدني نقولوا كل الجمعيات، كل المنظمات لازم يعني تشارك ويتم اشراكها في الخطوات اللي راهي جايه لقدام مهو. لان لان يستحيل انك مثلا مش تدير كل الجمعيات والمنظمات على مستوى الوطن يستحيل ولكن احنا كي نتابعوا الان تم اختيار 30 30 30 عضو, 30 عضو, عضو, خمسين عضو. هو 50 عضو هو المجلس فيه 50 عضو, لكن كي نقول 30 عضو للجمعيات انا صحيح من انا الان نتابع كاين بعض الجمعيات اللي عندها الوزن نتاعها وماهيش ممثله ولكن احنا ماذا في في الخطوات الجايه ان يستدرك هذا الخطا على مستوى الولايات على مستوى الجهات على مستوى حتى على مستوى اللجان على المستوى الوطني احنا ماذا انها تشرك لان اليوم كلنا عندنا رهان واحد رهان واحد ان المجتمع المدني مدسر، عنده دور والكل يعلم كما قال لك الدكتور بيلا معنا على المستوى الوطني وعلى المستوى العالمي كيفاش ان المجتمع المدني عنده دور كبير أكيد. اليوم كيفاش ان السلطات تلفتت للمجتمع المدني على مستوى على مستوى الجزائر مهو. احنا اليوم لازمنا معناها اولا احنا نعود نهيكل رواحنا احنا بدينا خطوه درنا خطوه مهو. والحكيم راح راح تلقاها انها جاهزه كاين تكتل راه موجود عديد الجمعيات راهي اكثر من خمسين تقريبا جمعيه نعم. راهي متواصله مع بعضها وتكون كاينه كما كي قلنا تكون لقاءات حواريه تكون كما قلنا قاعده بيانات كما قلنا يعني تكون هذه الجمعيه تسجل فيها المقترحات تاعها ومن بعد يتم فلترتها ونحن مش بي ما بين عشيه وضحاها باش باش الدنيا كلها اكيد المهم عندنا اليوم اصبح عندنا مرصد يمثل المجتمع المدني ويعطيه القوة على مستوى السلطات وحنا لاحظنا هذا الشيء أن على مستوى ولاية الواد سيد والي الولاية ورؤساء الدوائر ورؤساء البلديات كاين إصغاء كاين استقبال كاين يعني سماع وهذا هذا الشيء هذا هو المرجو منه فقط الجمعية هذه انها تحاول انها تكون الحلقه الرسميه للمجتمع مود انتم عندكم تجربه كجمعيه تاج من حيث الهيكلة ومن حيث القوة ومن حيث التسيير وعد عندكم تقدر تقول تجربة قوية جدا على بإمكانكم أنتم الآن مش تتجاوبوا مع مع هذا المولود الجديد ومع هذا المرصد بحكم أنتم راكم في الساحة وتعملوا وعندكم أفكار وعندكم أراء وعندكم اقتراحات ويوم بعد يوم راكم تزيدوا في المقترحات والأراء والأفكار اليوم هناك على مستوى التسييج الوطني هناك الآن جمعية تاج من ضمن الجمعيات اللي عندها كفاءات عليا كيفاش تصوروا أنتم عندكم مقترحات على مستوى هذا على مستوى هذا المرصد على مستوى هذا المرصد جمعية التاج قبل ما يعينوا الشيخ والدكتور صالح خشخوش وهو المرصد. محسوب وهو هو محسوب على تاج هو, هو تكريم التاج ثاني اكيد هو كان آه. واحد من المنظمين واللي داروا قوانين واستراتيجيات مش توصل الجمعية لهذا المستوى تاع التنظيم وتاع الخدمة الواحد على هذا نحن هناك جمعية تفتقد إلى التنظيم وقدرة على التنظيم يعني. وقدرة على الاستشراف وما ضعيفة جدا مع على هكا تكلمنا على التكوين على تكوين مهم جدا ضروري عنصر مهم جدا أكيد. الشيخ صالح كان من الأعضاء اللي في الجمعية اللي اي تكوين يشارك فيه معنا اي تكوين اللي كيجيب كي فائده للجمعيه والتنظيم والتسيير كان يشارك فيه ويفيد به ويفيدنا نحن به كاعضاء وكمتطوعين هذا اللي خلى الجمعيه تسير في الطريق الصحيح يعني كي, كي نشوف صالحنا في المرصد كما نقول نتفق خير على جل خدمت معاه في كطاقه وكمبتكر وكمبداع القدرات والتخميم وال ديما عندنا الشيخ صالح يحاول ديما مش يطور مش يطور العملية حتى كنا ننجح الخطرة هذه صح يقول ديما نشوفوا ما ديما ما تشوفوش غير النجاح ديما تشوف حتى النقاط السلبيه اللي مش تصلحها في الخطره الجايه نعم. النجاح اللي نجحت فيها نجحت فيه, نجحت فيه. فيه تقييم للاعمال وفي أكيد, اكيد, أكيد. هذيك الحاجه اللي خلت التقييم هو الرسمي فيه. خلت نعم. الجمعيه تنجح معناها بعد اي فحوصات اي عمل تدير الجمعيه نديروا اجتماع وشي النقاط السلبية وشي النقاط الإيجابية الإيجابية مش نزيد نقواها ونعزها والسلبية مش نصحها مش تمشي كما نقول الواحد كمثال في المكتب الجديد درنا استعملنا التكنولوجيا في التسيير تاع العتاد، درنا بروجرامات وجيستيالات خاصه بالجمعيه تاع الاعاره باش اولا نتهنوا منك ورقه وستيلو والغلطه معناها بالكود بار يخرج لك اسم الاباراي وقتاش خرجت وقتاش تدخل وربما هذا العمل هو الذي زرع الثقه في المانحين وفي رجال أكيد الاعمال اكيد في المستفيدين وفي المستفيدين نعم زرع ثقه كبيره وبالتالي اصبحت جمعيه مدنيه بكل مقاييس حتى كل ما كانش المرصد هذا انتم راكم مرصد في حد اكيد كما في كما نقول لك في حكايه المكثفات الجمعيه ما دارتش معناها اعلان اعطوني مش نشر هكا بصح جد جيت العباد جيت تبرع ثقه ثقه لك هاك شري لي جيب اجري عباد حتى من الخارج يعاونوا فينا من فرنسا جمعيات الازمه من كانت المكثفات ما كانش كانت الجمعيه تسعى بكل قدراتها مش نجيبوا حتى مكثف واحد مش نزيدوا في دبي عبد اخر عجلة الجمعيه عندها اكثر من 100 مكثف معناها جهاز تنفس وصلنا لمرحله ما عندنا حتى واحد وكل البر معناها والطلب ياس وصلنا لليست داتونت كما نقول قائمه انتظار تاع المرضى تاع المرضى, المرضى اللي يحتاجين مكثفين حتى 150 160 واحد معناها عدد كبير قلت لك وكنا نحن صراع صراع كبير جميل جدا بدر الدين لو نجول الواقع اليوم واقع ولايه الواد، احنا تحدثنا عن المرصد وقوانينه وربما مازال عنده عندها في المستقبل يزيد اكثر وهو مشروع ضخم ومشروع يتطلب كفاءات كبرى ويطلب قوانين وتسييج ويطلب ربما تجييش كثير من الفعاليات المدنيه داخل الولايات حتى يبرز الدور الحقيقي لهذا المرصد ويكون فاعل اكثر وبالتالي نقول الجزائر تعود في مصاف الدول المتقدمة لأنها عندها مجتمع مدني قوي أه هذا المجتمع المدني الذي يبني الجبهة الداخلية للمواطن للوطن وما يخليش الفراغ بين المؤسسات الرسمية للدولة الجزائرية وبين المواطن هناك المدياتور هناك الوسطاء المجتمع المدني يكون الوسيط الحقيقي في ربما كما ذكر الدكتور صالح في قضية الاهتمام بالقاعدة والاهتمام بالمواطن في كل في كل حاجياته وفي تكوينه ورفع هذه النقاط اللي ذكرناها خاصة ما يسمى الحس الوطني والقيم الوطنية ربما ضعيفة في بعض في بعض الهيئات الموجودة الآن. صحيح. الدين أنت ربما نرجع لك النقطة اللي تحدث عليها القائد في عملية التجميع على المسؤولية وفي في عملية التهيئة الجمعيات. حتى تكون عندكم لا عندكم القدره على التنظير القدرة على التفاهم من خلال الحوار لان الحوار ايضا موجود من ضمن البنود الموجوده في يكون عندكم حوار داخل الولاية وتنحوك التشنجات الموجودة الآن هذه جمعية محسوبة على كذا هذه قريبة للسلطة هذه مش قريبة هذه تخدم الحزب هذا هذه هذه ما يخدموش يبانوا كان في الوقت وقت المطالبة بالحقوق هذه ما عندهاش مقر هذه عندها مقر كيفاش تخلقوا نوع من الأنصاق والتفاهم داخل الولاية بالنسبة للجمعيات وأنت أحد المنظمات النشطة مع جمعية وأنتم أصحاب المبادرة في نعم. في قضية التجميع هذه احنا بدات الفكره في سنه 2020 في شهر في من جديد شهر اوت هكاك لان اليوم راه فيه مرصد يطلب منكم الكثير صحيح في شهر اوت خاصة بعد الحملة اللي مشات تاع كوفيد وشفنا الجمعيات كيفاش راهي ناشطة وكان حتى جمعيات قامت بالعديد من النشاطات فيما يخص التطوع في كوفيد خاصة المحافظة قدماء الكشاب الإسلامية اللي قامت بالعديد من التعقيمات على مستوى المؤسسات كذلك نحيي جمعية تاج الشيء اللي قامت في أثناء الكوفيد مم. إحنا أول بدأت فكرة قلنا على الأقل نديروا اتحاد لجمعيات نوحدوا كل الرؤى على الأقل ما نش عارفين واش راح, راح يسنننا هنا من هذا المرض اكي. أول حاجة توحيد الرؤى وتوحيد توحيد للمطالب وثاني توحيد وثانيا خاصة إن بعد الحراك وبعد السياسة اللي راهي تمشي على مستوى الوطني وفيما يخص الاختراقات هو رص الصفوف على مستوى جمعية المجتمع المدني في من أجل سد الثغرات لأن كان اختراقات على مستوى خارجي صحيح في فيه تحدي نشهده تشهد الدوله الجزائريه وحبينا نحاولوا ان نجمع جميع الجمعيات على الاقل باش نكونوا كل كتله واحده ثانيا ان اول حاجه اصلا الجمعيات هي تحل مشاكل المواطن وكان جمعيات اصلا عندها مشاكل كيفاش عنا نحاولوا ان ندزوا الجمعيه اللي راهي تعاني احنا كي نتكاتفوا كل ونتحدوا مع بعضنا نحاولوا ان كل خلق نوع من الكونفدراليه نوع من هذا هو صح ايه نعم وربما حتى ادماج بعض الجمعيات المتشابهه علاش هذه كثره الجمعيات مش نعم يكون على الاقل قلنا نديروا مثلا نشاط واحد هو واحد لجميع الجمعيات اول فكره اول درنا اتحاد فعاليه المجتمع المدني وقمنا بانشاء هذا الاتحاد وطلبنا الاعتماد من من طرف السلطات المهنيه واليوم من هذا نستنى على كل حال رانا عامين ولا عام ونص مازال ما, ما بان حتى خبر ولكن قمنا بكافه الاجراءات القانونيه بحضور محضر القضائي بحضور السلطات المهنيه السلطات الامنيه بحضور جميع الجمعيات في دار الثقافه القديمه درنا في فلوديج. في ديجا وهكاك معناها احنا كجمعيات ما بطلناش يعني ماش نستنوا في الاعتماد تاع الاتحاد، احنا اصلا اصلا رانا عندنا اعتمادات كجمعيات. نعم نعم اقترحنا واحد المقترح ان راح نديروا حمله حمله تشجير واسعه على مستوى ولايه الواد، نعم لان ولايه الواد راهي تعاني من الطقس في الصيف، ارتفاع درجه الحراره في صيفا، احنا قلنا على الاقل نحاولوا ان نلطفوا الجو على مستوى ولايه الواد. وجميع الجمعيات ابدت رأي في هذا في هذا النشاط وراهي كامل مستعد وحنا قلنا راح ننطلقوا غير الغالب شوي ظروف اللي راهي ماشي انتخابات كوفيد هاي هذا بدات تنفس الحاله شوي ونستنوا شتا يخرج بالك الربيع ان شاء الله مع بالتنسيق مع جميع الجمعيات الحركه الكشفيه مع محافظه الغابات محافظه الغابات باش ننطلق ان شاء الله بحمله مليونيه لعمليه تجير على مستوى جميل جدا ورئيس البلديه الواد كان كان معنا الاسبوع الماضي هنا وتحدث على راه يمد يديه لكل الجمعيات النشطه ورجال الاحياء حتى يكون هناك تشاركيه قويه وربما تمتد حتى البلديات الواد الاخرى في قمار في الرباع في لازم يكون هناك عمل تشاركي بين المجتمع المدني وبين البلديه حتى نفعل لأن لأن المبادرة فيه ناس حابة تبادر وحابة تساهم ونخرج منطقتنا من التهميش وأصبحت منطقتنا اليوم منطقة سياحية ومنطقة اقتصادية ومنطقة يجوها ناس لازم نعطوا الصورة الحقيقية للمكانة اللي تليق بمنطقتنا في هذه الولاية عمي صالح وش أنت في في أنت كعضو الآن كعضو مزكى من طرف رئيس الجمهورية ومختار من طرف رئيس الجمهورية وأنت ابن هذه الولاية كيفاش تكون عندك مبادرات على المستوى المحلي في في في, في تكوين وفي تقريب الرؤيه في جمع الشمل في ربما تفهيم الناس لان الناس كان واحده كانت تعارك فيا البارح تقول لي انا احسنهم وانا درت وخدموا بيا وقدموا الاخرى ومش عارف حابين الصوره هذه القاتمه وهذه الصوره القاصره للمجتمع المدني نرقوها اكثر على كل حال المنصب انا اعرف أكثر. انك مبادر دائما ان شاء الله ربي قدرنا انه تكون عضو في في المرصد هو تكليف اكثر منه تشريف خطرش اللي خدم حقيقه الجمعيات واحتك بالواقع يعرفها ربي اللي ماهيش حاجه ماهيش حاجه ماهيش حاجه سهله ثم الحاجه الثانيه انه انا تعلمت باللي باللي اهم حاجه انه باش تقدر توصل للمشاريع تاعك والاهداف تاعك انك ما تقدرش انك تتواجد بدون الاخر yeah. هذا الاخر سواء كان ليك زميل في التطوع سواء اللي كان جمعية واحده اخرى سواء كانت فيدراليه سواء كانت تنسيقيه على هكا نشوف انه الجمعيات اذا كان حبت توصل المستوى اللي كنت نحكي عليه مستوى احترافي وتكون هي قوة اقتراح لا محالة انها تكون تخدم مع بعض. وجو هي المرصد راهو فرصة باش نقدروا نوصلوا حقيقة الانشغال الحقيقي تاع الجمعية تاع الواي، باسكو انا قبل الحكاية تاع المرصد كنت شاب في جمعية وكنت نقدم تكوينات الجمعيات وكنت نتلاقى مع الشباب ونشوف التطوع ونشوف الحماسة تاع الشباب ونشوف المطالب وكذا. دونك الان عت عندنا فرصة وين عندنا قناة ان نوصلوا على مستوى مركزي شوفونس انه هذا ما انا وحدي على كل حال نقدر نديرها كل ولكن آه لكن بتكاتف تاع الجمعيات كامل كان آه كان الاخ بدر الدين يتكلم على الجمعيات جو بونس الانتيليجونس الان انه الجمعيات ما نضيعوش وقت في ما هو صراع ولكن ناخذ وقت اكثر باش كيفاش نقدر نتعاونوا وكيفاش ننظموا الاحتياجات تاعنا باش تكون واضحه باسكو حتى حتى على مستوى سامبل معناها جيت تطلب من واحد طلب لازم الطلب تاعك يكون واضح ودقيق دونك احنا ثاني كجمعيات ماهوش فقط نطلب فقط ولكن لو تسال واحد اطار جمعوي ماذا تحتاج بالضبط ما يقدرش يحط لك المطالب في واحد اثنين ثلاثه ولكن يفتقد الى الرؤيه والى الاستشراف حتى الى رصد الظواهر على على هكا اللي كان كان يتكلم على تاطير الجمعيات وكنت تكلموا على على التكوين جو بونس باللي باللي عمل كبير ياسر لازم يندار وين باش يبانوا اصلا الاحتياجات هذا باسكو اصلا الواحد كيكون يكون يخدم ماهوش هو عارف اصلا الاحتياجات تاعو دونك انت لازم تعاونوا باش يبين الاحتياجات هذيك مي انا كشخص انا نقدر نمد للناس كامل باسكو الجمعيات هذا ما حاجه تربيت عليها وحاجه تمشي لي في الدم مش حاجة اللي المرصد هو اللي جابها باسكو باسكو حاجة عشت فيها عمري كامل تعلمت ياسر حاجات حاجات اللي تعلمتهمش في تعلمت نظرا في لخبرتك في هذا المجال وقدرتك على الاستشراف وربما مستواك العلمي الأكاديمي عندك اطلاع واسع على المجتمع المدني وتأطيره وتأسيسه ورؤيته وأبعاده وحتى مقاربته في العمل الإنساني هذه كلها قادرة تفيد بها ولايتك أي هو آه بها الحقيقة, الحقيقة سنوات أنا بس مكون في المجتمع المدني وباش نقول لك الكثير من الولايات اللي شفتهم وتلاقيت الكثير الكثير من الجمعيات يعني في كل لقاء نديروا تكوين تتلاقى 16 17 جمعيه وين تعيش معاهم خمسه الى سته ايام دونك تسمع الاحتياجات تسمع تولي عندك رؤيه تولي عندك رؤيه حقيقيه على اليوميات سواء كان في الجنوب في الغرب في الشمال ذاك مع العديد من المنظمات مع جمعيات مختلفه في في في, في, في الوضعيات تاع جمعيات نسويه جمعيات شبانيه جمعيات الرياضيه دونك تعود عندك كل فكره نعم. كل الأصنار. ايضا ماذا تقول في هذا الشان سي علي في في مخص الوحده وفي بخص الرساله نقدموها للجمعيات المحليه الان الموجوده هذه كيفاش نرتقوا بها الى هذا المستوى وتخرج من حاله التنابز وحاله الفرقه وحاله تصور القص القصري او لهذا المجتمع المدني واعتبار المجتمع المدني جمعيه و ونتلاقى مع الوالي الدايره والتصويره وهذاك هو. <applause> والله نحن نتحدث عن مشروع نهضوي يا جماعه مشروع نهضوي كي نقول مشروع نهضوي الكلمه اللي نقولوا فيها الدوله فيها صحيح. البلاد عيبها في رجالها ربما صحيح. تدخل في هذا في هذا, في هذا, في هذا نعم. نعم. كيفاش نرفع الهمم لشباب الواد ولخيراته وتجميع كل القوى القوى الحيه جامعه جمعيات نخبات تكون عندنا صوره واحده هي الواد ولاية الواد ولا أكثر ولا أقل والله انا يعني قلت لك أنا بالنسبة لي نحكي في الميدان اللي عشته أيه أنا سنوات كبيرة في 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 المنظمة تاعي قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية نخدم في الميدان صحيح عندنا مشاكل عندنا احتياجات عندنا 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 ولكن عمر ولا كانت هذه وين المشاكل وهذه الاحتياجات عائق باش نحبس العمل تاعي نعم هذا على مستوى هذا كم. على مستوى انا صورتك الان بالنسبه الآن. للفضاء للفضاء هذا وهذا فضاء المدني هذه رسالتي للجمعيات الان والمنظمات المنظمات م. صح احنا لو كان نديروا احصاء الان لو كان نديروا احصاء لعدد الجمعيات والمنظمات ونديروا احصاء للشباب نتاعنا اليوم اللي راهو موجود اللي ينتظر منا الكثير م. ما نقدروش الكل نغطوا احتياجات هذا الشباب وبالتالي كفانا معناها هاك الفرقة وهاك تاع لازم ينايا والاخر لا والاخر لا هذه بتكونش مم. احنا نجتمع في ما نجتمع فيه لان ما دام يكون عندنا الهدف نتاعنا هو باش نخدموا المجتمع نتاعنا باش نخدموا ولايتنا وباش نخدموا الوطن نتاعنا بصفة عامة هذا كامل انا عن تجربة اللي قلت لك نحكي لك مم. على مستوى السلطات المحلية كل ما كان المشروع نتاعك قوي احنا درنا عدة مبادرات ومشت معنا فيها السلطات كي يعود العمل تاعك معناها تعود كما قال الشيخ بقى انك تقدم المشروع تاعك وبالنقاط وبالرؤيه واضحه يمشوا معك. اذا كان تعود تتحدث هكاك من اجل الحديث ما يمشوش معك. مم. احنا درنا تجارب نعطيك على مستوى قدماء الكشافه الاسلاميه الجزائريه دارت عده مبادرات. نعم. دارت قافله لمكافحه المخدرات وكانت ناجحه على مستوى وطني يعني. قافله جابت كل الولايات. ربما هذه من اهم المشكلات من اهم المشكلات. درنا قافله تاريخيه من اجل التعريف بالاماكن والمعارك والمتاحف واللقاءات عبر الوطن الكامل يعني الشباب اليوم انت تجي تبدا تحكي لها مثلا على معركه في بناء في بناء الذاكره و... أو... التاريخيه الذاكره نعم التاريخيه ميدانيه صحيح انت لما الان تديه الم... مثلا تقول معركه الدبيديبي تديه للغوط ويشوف النخل يشوف التراس نتاع الرصاص ويسمع و... من شهادات حيه هذا ترسيخ هذا من ضمن من ضمن اهداف المرصد نعم مؤخرا مؤخرا احنا المبادره اللي درتها قدام الشباب المرصد جاء مش كوفري جاء مش باش هذه العمليه الموجوده اصلا جاء في وقته إيه؟ الان طرح إيه؟ علي السؤال قال لك وشو الهدف تاعكم من القافله تاع التمر والزيتون كانت الناس تفهم باللي راهو الشباب جاي يحوس لا احنا كان عندنا بعد ربطناها بتواريخ تاريخيه القافله تاع التمر جت في اول نوفمبر احتفالات اول نوفمبر وكانت فيها زيارات لاماكن تاريخيه واحتفالات لا لا اول نوفمبر كانت هنا في الواد احتضنت احتضل أه. ولايه الواد واللي عندهم الزيتون عندهم الزيتون درناها مع 11 ديسمبر كيفاش كان اللقاء مع اخواننا القبائل؟ والله انا كنت نتابع في اللقاء معناها ما رحتش معاهم راح الوفد اللي راح راح تراسه على القائد عبد البسط كرثيو بحكم شاد المنصب تاع خدمه تنميه المجتمع الاولاد تاعنا معناها انهم ابتهروا ادوهم المكان اللي كتب البلاصه اللي تم فيها كتابه بيان اول نوفمبر راحوا شافوا الزيتون كيفاش يجنى بالطريقه التقليديه وبالطريقه الحديثه وفي نفس الوقت كانت عندهم زيارات الاماكن التاريخيه على بالك هاك اللحمه ما بين ابناء الوطن الواحد هذه وين جت عن طريق رحله خرجه تربط بها ابناء الوطن الواحد مع الافكار مع احياء المناسبات الوطنيه او هذا اللي إحنا اليوم كما قلت ونزيد نعاودها اليوم ولايه الواد محظوظه عندها تمثيل في شخص الدكتور وانا و... كنت و... و... في كواليس مشرف وليس. لا لا نعم مشرف عن... لنا انا كلنا عندنا آه هذه وين معناها يفهموها اللي يحب يفهمها عندنا تكتل موجود ورئيسه موجود نور الدين ب... بدر الدين عموري ماذا بينا احنا نعاودوا نجتمعوا كل الجمعيات والمنظمات ونتهيك تحت التأطير تاع المرصد جميل ويكون عندنا كما قلنا كل واحد يدلي بدلوه والهدف نتاعنا كما نرتقي بالولايه نتاعنا جمعية التاج تجربتكم وخبرتكم الآن التفاتة إلى الجمعيات الأخرى الموجودة على مستوى الولاية ربما حتى على جمعية إقمار نشوف جمعيات أخرى خارجة كما جواهر وكما جمعيات الآن اللي تقتدى بكم كيفاش تكونوا أنتم قدوة للآخرين ماذا تقدمون لهذه الجمعيات من نصائح حتى تكون في مستوى تاج وربما أكثر والله أول نقطة ساعة نحب نقولها مش على مستوى عن جمعياتنا احنا ايه ايه على مستوى الجمعيات الولاية كل ايه نحن في عندنا في الجمعيات كاينة أغلبية ما الواحد نحتكره العمل معنا فهمت معناها نخدم نعود نخدم في حاجة نخليها غير روحي مش نبان غير نايا فهمت ايه ما عندناش هذيك سبل التعاون ولا التشارك فهمت نحكي لك حتى مثلا كدير مهرجان ثقافي ولا سياحي ولا اي حاجه عيط الجمعيات الكل شارك معاك الصحة بالفريق تاعها الطبي وش يسموه، الاجتماعي، الثقافي نتبادلوا ما بين الجمعيات، صح وين. نحن هذه أغلبية نفتقرها في الولاية كل واحد يشتي هو واحد. هذه مشكلة كبيرة. هذا المشكل الوحيد. معناها الروح الجماعية والعمل الجماعي والعمل المشترك غير موجود، وهذا اللي عليها. ساعات يعودوا زوز إخوة كل واحد في جمعية. كل واحد في جمعيه وكل واحد ما يخدمش مع اخوه <applause> معناه فهمت هذا <applause> المشكل اللي رانا سارين فيه معناه هذا لازم ما نكذبوش على ارواحنا نشوفوا فيه في الواقع مم. كل واحد اللي يخدم حاجة يشتري غير هو يبان غيرنا اللي نخدم والمشكل كي تشارك تقوي كيما نقولوا احنا الافكار تتنمى الاستراتيجيات التعاون قوة كيما نقولوا الماديه والبشريه كي كما كيما قال الهدف ينجح كما قال بدر الدين قال لك حتى الضعيف جمعيه مازالت زالت ناشئه ندخلها مع القويه مش تطلع ونخدموا مع بعضنا المهم نحن تحسين الخدمه تاع المجتمع المدني وش نقدموا المجتمع المدني صحيح علش... الهدف واحد التنسيق فيما بينكم لخدمه هذا الهدف صحيح على... الصغير لا تستغنوا لا على الصغير ولا على الكبير على الكبير علاش على جال نحن نخدموا كما نقول جمعية جمعيه خيريه معناها لا عندي وزين مش ندخل منها دراما كلنا نحن هدفنا الخير معناها نجتمعوا كل مش نديروا الخير باش تكون الثمار تاع خير واقوى واحسن واستراتيجيات وبالنسبه للجمعيات اللي كيما نقول لك نحن كي يجتمعوا مع بعضهم اللي عنده خبره اكثر هو اللي يدير تكوينات الافراد تاع الجمعيات الاخرى جميل من ناحيه التنظيم اذا انتم ايديكم ممدوده كجمعيه تاج لكل الجمعيات الموجوده اكيد اكيد دو واخر خطره درنا تاع الفيديو تاع جسور عيطنا من مختلف الجمعيات مش حضروا مش يشوفوا الجمعيات والتنظيم والتسيير معنا استدعتهم جمعية التاج وياسر جمعيات اللي شاركت وشاهدت الفيديو تاع جسور الخبرة تاع مجموعة جمعيات اللي كيما نقوله نحن القوية مش قوية معناه المنظمة على المستوى الوطني يعني معنا وهذا معلاش جو مش يستفادوا من الخبرات تاع الجمعيات الأخرى معناه. جميل جدا أه سبدر الدين قبل ان نعطي الكلمه الاخيره للدكتور صالح شو وجهها ل لساكنه الولايه ولجمعيات الولايه وهو ممثلهم الان في هذه في هذه الهيئه الاستشاريه وهذا شرف لنا وشرف لكل سوفي وشرف لبلديه قمار ولولايه الوادي ولكل بلديات كيفاش تنسخ مع مع الدكتور صالح؟ انت ما دام عندك الفكره هذه وانت ناشط وعندك فئتين ما شاء الله فئه الشباب وفئه الطفوله الان استغلوا الفرصه مع اطار وكادر ابن الولايه معه بالتنسيق واحتكوا به وربما اخلقوا هيئه تكوينيه على المستوى المحلي او ما شابه اي شيء يقوي عضد الجمعيات المدنيه وسي الحضر معاكم مرتاج وربما مدوا يديكم الجمعيات الاخرى كل في عمليه التكوين ما تسيبوش يا عمي صالح وحده فهمت وما تخلوش يستفاد منا غير المرصد الفوق احنا اولى منا كولايه والفضل يروح للاخرين فهمت واش تقول في الجانب هذا وعمي صالح حتى مش عهد من عنده هنايا على الاقل لو قدامنا مش نربطوا الاتفاقيات من تو صحيح تفضل الدكتور صالح وكان بث مباشر ومسجل بعد تفضل احنا كجمعيات ومجتمع مدني على مستوى ولايه الواد نفتخر اولا قلناها وعودناها باللي روعدنا ابن ولايه الواد راه يمثلنا في المرصد الوطني للمجتمع المدني احنا كجمعيات مجتمع مدني راح نديروا عمليه تشاركيه خاصة في مجال تبادل الخبرات، التكوين تنسيق فيما بينكم ومع مع الدكتور صالح و... نعم. وجانب الترقية، ترقية المجتمع المدني، ترقية الأخلاق، نعم. احنا نقول على مستوى جميع البلدان، خاصة البلدان الاستعمارية سابقا، حوالي 100 سنة ولا 200 سنة كانوا قبل ما يبدوا في النهضة تاعهم بداوا بالنهضه الاخلاقيه. اكيد. نقول لك بلي احنا ما من ج... نبداوش من بالنهضة, بالنهضه من جانب الحضاره تبدا بالصناعه ولا بالآلة تبدا من جانب الاخلاق حتى بداوا ينفوا حتى في الاشخاص اللي ما عندهمش اخلاقهم يدوا في المستعمرات اللي راهم مستعمرينهم. هذا, هذا الاخلاق هذا تولد فيما بعد الضمير. تولد الضمير يعطيك أه. احنا كجمعيات احنا ماذا بينا؟ احنا كجمعيات عندنا مشاكلنا ماذا بينا ما نقدوش ننشروها قال لك. <applause> قدام من... الناس مش ياسر وكان وعود قبل كان مدوان ساد الولاد راح ننشأ دار الجمعيات من بين على الاقل باش الجمعيات كل متقاربه متناسقه وقرب بعضها او على الاقل يلقى جمعيه عندها مقر باش يستقبل المنخرطين تاع الاعضاء هذا من بين اكثر عرقله امام امام جميع الجمعيات هذا حتى قطعتك هو ضعف الجمعيات هذه هو التفريق نتاعها واللي ضعيفه ولا تقوى هذه الجمعيات بدون وحده صحيح. وربما تستغل وتنهش حتى من طرف الجهات الاخرى صحيح. وحتى امام الاداره تكون ضعاف صحيح ربما تضربكم بعضكم الاداره ذات اصلا ذات كيفاش بم... قدوة تكون عندكم لابيسونس هذه القوه القوه هذه من خلال قوه اقتراحكم ومشروعيه اقتراحكم ورؤيه اقتراحكم بعيده ربما حتى السلطات تخاف عشان يكون الطرح تاعكم على مستوى المرصد الوطني وبالتالي يلبي حاجته هنا ويحل لك مشاكلك قبل ما تروح للمرسى هي اكثر حاجه بالنسبه للمستوى لسلطة المحليه ولا المستوى المسؤول احنا كجمعيات المجتمع المدني احنا ما نش ند احنا مرافق ابي اكيد اكيد لا إحنا, إحنا, لخص إحنا, احنا بالنسبه لهم احنا بالنسبه لهم مرافق وديجا احنا نعاونوهم هو دام هو تولى مسؤوليه على مستوى ولايه الواد جاب يخدم ولايه الواد ومنو اضرب بشيء بولايه الواد قال لك اه اهل مكه اضرب بشيء عابر حنا كمجتمع مدني اليوم انا نروح للقهوه نروح للصطاد نشوف الشباب نشوف المشاكل تاع الناس ندخل للسوق واني ود المنطقه واحدة اخرى معناها مشي كيما واحد خاطي ماهوش ولد المنطقه معناها كي نرفع لها الانشغال نرفع لها بصوره المثاليه ونعطوا معاه الحلول ما انا جايين باريزومبل باش نبرزوا ولا باش نبانوا ديجا كان سبقني القائد كان بعض الاشياء نطرحها نطرحها في عمليه التنميه هذه نطرحوها للساده خاصه الساده الولات ولا الساده الوزراء اللي جو على مستوى ولايه الواد قسما بالله او القائد نرفعوا له انشغال وما نديكلاروش باللي رانا رانا رفعنا انشغال هذاك ولا هذاك على تو شيء باش كيلبيه سيد الوزير ينسبه ليه مم. الخطر كان عنطرية واحد العنطريه في بعض المسؤولين ما مش كل هذاك معناه احنا كي تقول له انت على مستوى لوغر ما يطبقاش ذاتي يكرازي يكرازي امه يكرازي ويلا احنا الهدف تاعنا هذاك المطلب انه يتحقق المطلب صحيح يتحقق المطلب ما عندناش هدف واحد اخر وكاين ناس انا على نصيحه نوجهها حتى, نوجه حتى للساده المشاهدين ولسادة رؤوس الجمعيات وسواء الاحياء ولا جمعيه المجتمع المدني ديما ما تخليش روحك على مستوى ولازم نعرفوا رانا جزائريين وكنت تحطوا عن ظواهر مش تحطوها بصفه عامه ربما كاين بعض المسؤولين ما مع المجتمع المدني يقول لك نتعامل مت كلام مع المؤسسات التابعه الدولة وتابعه للسلطه صحيح ما يهمنيش المجتمع المدني يهمني البلديه يهمني واحد تابع القطاع العام ماهوش تابع القطاع الخاص وما عنديش علاقه به اصلا ذات هذه هذه الفرقه بين ما هو مدني وما هو سلطوي هذه مشكله كبيره ربما احنا يتقل... هذا النص جاء لي... لي... مشي, مشي... مشي... نعم. يلأم هذا الجرح الفرق بين ما هو سياسي وبين ما هو مدني هنا نظره تكامليه احنا جينا باش نملوا مش... يصبح... تصبح الفكره عند المدني وعند السياسي ولما لا؟ نعم. نعم فهمت هذا جاء مشي يحدث فيك على المشروع التنموي تتبناه مش عايديرها في دارة ولا يديرها ولا ولا مش يرتقي به وهذا دور الجمعية أصلا بحكم ان مرافقين دائما السلطات سواء في استقبال الوزراء على مستوى مطار ولاية الواد ولا في خاصة في, في نهاية التنصيبات بعد التنصيبات خاصة صرات لنا الوقت حتى نصبوا شاف دائرة في حضور السلطات المحلية وحنا المجتمع المدني رانا حاضرين بعد التنصيب سيد الوالي فتح لنا الباب الانشغالات افتحوا لنا مثلا انتم كمجتمع مدني اعطونا اقتراحات واش كاين ونرفعوا له الاقتراح في في, في طاوله مستديره ربما حتى مع المجالس الاخرى مع المجلس الشعبي الولائي تكون عندكم شراكه معاه كقوه اقتراح تقدموها لان هذه الهيئه مهمه جدا في مخص الرقابه وفي مخص الاقتراح التنميه المحليه تكون عندكم عندها اخرى صحيح. انا حتى ربما سوف يكون ضيف رئيس الشعب الولائي المره القادمه اعتقد انه راح يبادر بهذه النقطه كما بادر رؤساء البلديات آه. لان اليوم رانا في عالم الافكار واليوم الفكره المشروع فكره صحيح. فكره آه. قد تكون عندك انت مدنيا وتغيب على هو كسلطه صحيح. لازم نفهمه تفضل قبل في يو. اضافه باش آه. القائد بدر الدين اول ما جات بدايه الازمه تاع الكوفيد على بالك معناها الوالي ورئيس المجلس الشعبي الولائي كلمونا كجمعيات وين بدات المبادره معنا حنايا الانطلاقه واعطونا كيفاش شوفوا في الفكره وين معناها مشينا معاهم وكاين عديد الجمعيات اللي راهي خدمت كما قالك جمعيه التاج كانت معناها مبادره كاين جمعيه الجواهر كاين جمعيه العطاء كاين جمعيات عده الكشافه كاين جمعيات عديده صح اللي صح. كانت ربما حتى افراد حتى افراد بدون جمعيه اعطت, أعطت, آه، أعطت, أعطت الافكار واخذ منها وحتى في تسير المدلولك تاع الازمه تاع في توزيع المساعدات في كذا كانت كلها تسير الطرف الشعبي والاطرال آه الجمعيات نعم وهذا, وهذا يعني آه اذا المرصد قوه الاقتراح المرصد ضروري مش يكون وضروري مش يلملم هذا الشتات وضروري مش تكون تكتل المجتمع المدني وراءها هيئه قويه جدا مقربه لرأس الجمهوريه ومقربه لكل الهيئات التنفيذيه الكبرى على مستوى هذه الدوله، اذا مهم جدا هذا هذا المرصد ساكنه الشمس تقول سؤالي ما هي افاق هذا المرصد وما هي النقله النوعيه التي قد تتحقق في الميدان الجمعوي؟ ربما هذه لحقت متأخره نعم. وما سمعتش ربما سيدي نعطوها حتى ولو دقيقه في ما هي افاق هذا المنصب وما هي النقله النوعيه التي قد تتحقق في الميدان الجماعي انا جو بونس انه المرصد لو كان يلتفوا الجمعيات و يلفون جوي لو جو كيما يقولوا يلعبوا يلعبوا قواعد اللعبه راح رح راح يكون عنده افاق كبيره ياسر لان يعني كنت تتكلم انت على 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 المجتمع والسلطه وكان حلقه اللي هي اللي راح تلعب دور ليان الجسر ولا الرابط جو بونس المرصد راح يكون عنده دور من الناحيه هذه ثم اذا كان تكلمت على على كي قلت لي على التكوين الجمعيات والفضاءات في الواد آآ من آآ من 2006 انا في جمعيه التاج والحقيقه كان ياسر الجمعيات اللي اللي كونت فيها في في نوفمبر اللي فات فقط كان يشوفه فيك الدكتور صلاح تاع جمعيه التاج اليوم راهم يشوفك الدكتور صالح عضو وطني وطن. في المرصد الوطني للمجتمع المدني حتى انا باش نكملك إيه. اليوم الجرامر لاغ <تصفح> تاعك زادت لا لا لانه لا انا نمن بحاجه في الجمعيات انه آه نعاود نكررها وكانه التكوين لانه العمل الجمعوي ما ولاش العمل الجمعوي الغير ممنهج كنت تحكي على التعليم تقول باللي في التعليم كاينه بيداغوجية للعمل صحيح صح حتى في العمل المجتمعي في وفي المجتمع المدني كاينه كاينه منهجيه اللي لازم يتعلمها الواحد كما يقرا في الجامعه تقرا تخصص حتى في المجتمع المدني تقرا باش تولي احترافي وان بروفيسيونيل لازم تقرا على هكا قاعد نقول لك على على التكوين اما الان بخصوص المرصد انا العكس انه هذه كما كنت نقول لك انه كما بديت الحصه قلت لك راني راني شاب من من ولايه الواد وعشت فيها كل كل اطوار تاع حياتي دونك دونك رح رح نكون نبقى على العهد هذا انه اي حاجه اللي نشوفها باللي نقدر نساعد فيها ما نشرح والعكس انه اذا كان اذا كان اخ بدر الدين راهو على يميني معناها انه الناس اذا كانت تتعاون راح نوصلوا باسكو بالحاجه هذه باسكو اذا كان من كل مجتهد نصيب ما كاش منها انه تجتهد تلقى نصيب رسالتك الاخيره لكل جمعيات ولايه الواد دونك رسالتي الاخيره لكل جمعيات تاع الواد رسالة أنه بالتشاور نقدر نوصله أنا يراني مفتوح حتى من ما نقبل معنا على كل كل الانشغالات كل الـ 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 الاحتياجات كل الاقتراحات خصوصا انه واكيد انه فيه طريقه كيفاش نديروا نبلوروا الاقتراحات وانها توصل هذه نقدر نقدر نقول باللي باذن الله توصل ان شاء الله ان شاء الله دكتور صالح خشخوس عضو الوطني للمرصد الوطني للمجتمع المدني شكرا جزيلا على تلبيتك الدعوه وشكرا جزيلا على ما قدمته من شروحات وما رفعته من إلتباسات حول هذه الهيئه التشريعيه شكرا جزيلا شكرا كذلك يعني. القائد علي بوزيد اقول لك ابو زيد احنا <تصفيق> <تصفيق> <كنت> جاي جاي <applause> كنت أبو زيت. البكر زياد, <applause> زياد. زياد. اشكرك جزيل الشكر وانت <applause> المحافظ الولائي لخدمة الكشافه الاسلاميه وايضا على ما جدت به وعلى مساهمتك دائما اعلاميا كلما دعوناك الا ولبيت الدعاء اشكرك جزيلا والقناه <applause> مفتوحه لكم ومنكم واليكم كذلك هذا الشاب مهدي ايضا اشكرك جزيل الشكر واشكر جمعيه التاج على ما تقدمه من اعمال وما تقدمه من انشطه كذلك اشكر كل اعضائها وانت احد اعضاء هذه الجمعيه مهدي وايضا بدر الدين رئيس المنظمه الوطنيه لترقيه الشباب لحمايه الطفوله والشباب ورئيس المكتب الولائي على ما تقدمه من مبادرات ومن افكار في تجميع الصف وإن شاء الله ما ننتظر منكم الكثير وربما تكون لنا لقاءات أخرى شاء الله. مرافقة لهذا المرصد ومرافقة لهذه الجمعية في حصة أخرى في مستوى آخر إن شاء الله شكرا. في طروحات أخرى وفي أفكار أخرى شكرا. أشكركم جزيل الشكر كما أشكر مشاهدينا الذين تبعونا وكل من كتب وأبدى بآرائه وشكره للضيوف وكذلك للطاقم التقني وعلى راسهم فتح شيب هذا احمد ديدي يحييكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته